قول لي بقى بروتوكولك النهارده، ماتش الاهلي عندك تمرين، هل بتظبط تمرينك مع الماتش؟ انا هي دي المشكله الوحيده اللي انا كنت بعاني فتره طويله من قلق المشجعين الزياده عن اللزوم، فكان ده يعني انا حاولت اقلل منه من حدته فتره بعد ما مارست الرياضه. لكن هي حكايه طريفه جدا. كنا في 2012، كان عندنا بطوله وكانت النهائي بتاع افريقيا بتاع النادي الاهلي، كنا بنلعب هناك وانا كان عندي البطوله في نفس اليوم. كانت البطولة فين؟ كانت في تونس. النهائي كان في تونس. انا كنت بطلع على الاستاج وانزل من الاستاج امسك التليفون وبعدين اطلع على الاستاج. بتشوف الماتش على الموبايل. بتشوف مع ان انا لابس اللبس بتاعي وبجهز، بس هي الفكره ان الاهلي كان بالنسبه لي اولويه مهمه جدا، كمان هي فرحته فرحتنا اللي بتخلي الواحد التاني يوم يحس ان هو عايز يعمل حاجه جديده في حياته. صحيح. لما بيحصل اي حاجه احنا مش حابينها كمشجعين، انا مش بتكلم على الاداره طول الوقت بالشكل الاداري في الاهلي ناجح وثابت، فاحنا مش ما بنتكلمش في الحته دي، بنتكلم في كمشجع بيشجع فريق في ايا كانت اللعبه. صحيح. ايا كانت اللعبه. صحيح. لان احنا عندنا لعبات كتير بتتابعها كلها؟ طبعا يعني. احنا الحمد لله يعني الفرق كلها صحيح يعني احنا والزمالك والاتحاد وفرق كتيره في مصر بتحقق نجاحها في بقيه الالعاب، لكن احنا كمان مميزين جدا في بقيه الالعاب. يعني الحمد لله عندنا طايره هايله جدا. سلب ليها خطوات ليها خطوات كويسه، احنا عندنا تنس طاوله اللي لسه كانت بتعرض شويه مهمه جدا يعني. صح. الحمد لله احنا عندنا حاجه كويسه جدا يعني. انا عايز اقول لك كلامك اسعدني جدا بجد والله، يعني لما قربنا معاك وجمهور الاهلي اكيد كلامه هيسعدك، وخليني يعني